يواجه الكثير صعوبة في تذكر أشياء بسيطة كمكان اصطفاف السيارة في كراج كبير. هناك من لا يحفظ الطرق ولا يركز في الاتجاهات. هذه بعض من المؤشرات التي تقيس المهارات الإدراكية للفرد. يمكن تعريف المهارات الإدراكية بأنها القدرات الأساسية التي يستخدمها الدماغ للتفكير والدراسة والتعلم، وهي أيضاً أدوات تمكننا من التذكر والقراءة والانتباه. لكن هل هناك عمر معين لتنمية هذه المهارات؟ كيف يمكن زيادة القدرة على التركيز والتذكر؟ هذا ما سنناقشه اليوم مع ربا حداد زعمط، الحاصلة على اعتماد كمدربة للمهارات الإدراكية. لكن في البداية سنستمع على مدى قدرتكم أنتم على التركيز والتذكر، لنتابع. ذاكرة إشي حيوي تمكن الدماغ أنه يخزن المعلومات للإنسان، بس بالنسبة للظروف الحالية في الوطن عندنا مثلا بدك تقدريها من حالة اقتصادية، من ظروف وضغوط نفسية يمر فيها الإنسان. فأنا بالنسبة لي كشاب مثلا بقيمها متوسط حسابي 70%، يعني ذاكرتي بقيمها حد 70-65-70% بصراحة. الذاكرة يعني بالنسبة عندك الذاكرة ما هي هاي الاي كيو إذا بتقولي، هذه الذاكرة كل ما عباله صرت صاير أنسى كثير، ذاكرتي تقول بقيمها 80%، ولأنه الظروف بتخلي الواحد، الظروف الاقتصادية والسياسية اللي بمر فيها خاصة الوطن العربي تخلي الواحد ينسى، وكل اللي بضيع أو كذا زي الكبير. بس طبعا أنا اللي بخلي هذا يخف إيش؟ القراءة، أنا بقرأ صحف وكتب وقرآن. بقيم الذاكرة 75%. طبعا من ضغوط الحياة الواحد صار ينسى نوعية الأكل اللي بناكله غير اللي كانوا يأكلوا أجدادنا، أكثر الحين مهرمن ومصنع. إذا نرحب بربا حداد زعمط والحصلة على اعتماد كمدربة للمهارات الإدراكية. أهلا وسهلا فيك. أهلا إسراء. في البداية مرة كنا عم نحكي بفكرة أنه الكورونا ما بعرف إذا ارتبطت بشكل أو بآخر بموضوع التركيز والإدراك، لكن من ناحية المبدأ هذه المهارات هل هي بحاجة إلى استثمار بشكل أو بآخر، إلى انتباه، إلى عناية؟ وشو السبب بهذا الدروب؟ خلينا نحكي صار في عنا مشكلة بهاي يعني المهارات الموجودة. بداية صباح الخير، وبحب أشكرك وأشكر قناة المملكة على الاستضافة، وبحب أشكرك أنك اخترتي الوقت المناسب أنه نركز على هاي على هذا الموضوع، لأنه إحنا بنحتفل بالأسبوع العالمي للتوعية الدماغية. هذا الأسبوع مخصص للتوعية الدماغية وتوعية الناس بالمهارات الإدراكية. كلياتنا انخلقنا عندنا 7 مهارات إدراكية. هدول المهارات هم مسؤولين عن عملية التعلم. لما منقول تعلم مش قصدنا بس مدرسة وجامعة، أي مهمة منحب نقوم فيها، أي مهمة منحب نتقنها نحتاج لهدول المهارات. فهدول المهارات داخلين في حياتنا بشكل كبير، كل مهارة منبثق عنها مهارات فرعية، فنحتاج هاي المهارات بكل إشي منحب نقوم فيه. هاي المهارات الأساسية إيش هي عشان إحنا نحفظ إنه هاي مهارة إدراكية؟ حلو نحكي أول إشي شو هم المهارات. أول مهارة منحب نحكي عنها هي مهارة الانتباه. حلو نعرف أنه عندنا 3 أنواع من الانتباه. في عندنا الانتباه المجزأ، وهي قدرة الإنسان أنه يقوم بعملين بنفس الوقت وبنفس الكفاءة. النوع الثاني هو الانتباه المنتقى، يعني قدرة الإنسان أنه يركز على الشغلة اللي بيعملها بغض النظر عن إيش في أصوات حواليه أو إزعاج حواليه. مش دائما البيئة اللي بننحط نشتغل فيها بتكون على ذوقنا، دائما في أشياء بتشتت انتباهنا، فحلو الواحد يركز على الشغلة اللي بيعملها بغض النظر شو عم بيصير حواليه. النوع الثالث من الانتباه هو الانتباه المتواصل، وهو قدرتي أني أنا أقوم بالعمل اللي بدي أقوم فيه، لو بده ساعة أقدر أقعد هاي الساعة كاملة بدون ما أحتاج إلى استراحة. لا بشرك أنه كل الأنواع مش موجودة. مش موجودة. عن جد يعني بعد فترة معينة خاصة بهاي الأزمة اللي مرينا فيها. مزبوط. في حالة اكتئاب عامة. نعم. صارت. نعم. يعني أكيد إحنا ما منعمم، ولكن السمة الغالبة صارت عدم القدرة أحيانا على التركيز، الحالة إنه الانتباه يمكن في رغبة بعدم الانتباه، ما بعرف هو مش رغبة على قد ما هو الوضع اللي نحطينا فيه السنتين اللي مرقوا أثر كتير على نفسيتنا، وهذا عدم التأكد
بنقول عنه الانسرتينيتي، انك انت مش عارفه تاخدي قرار، مش عارفه تخططي لبكره لانك ما بتعرفي شو جاييكي. هذا كله اثر على هاي المهارات واثر على نفسيتنا، وبالتالي الكل حس بنزول بذاكرته بتركيزه بمنطقه، فالكل تاثر بهاي المرحله اللي مرقنا فيها. سبب هذا النزول من الناحيه العلميه اولا ومن الناحيه النفسيه، يعني ليش الجسم تعامل مع الموضوع بهاي رده الفعل؟ هو عاده هاي المهارات احنا بنقول دائما لازم ندربها ولازم نطورها، وطريقه التدريب جزء اساسي من التدريب هو التعرض لتجارب جديده والفرصه انك انت تجربي شغلات جديده. بهدول السنتين سكر العالم، الواحد قعد بطل يتعرض لأشياء جديدة بحياته، بطل يصح له إنه يقوم بأعمال جديدة بحياته، فأثر هذا الحكي على مهاراته. طيب معناته بشكل أو بآخر إنه هاي المهارات بحاجة إلى تنمية. طبعا. طيب إذا بدنا نيجي من هاي المرحلة إلى مرحلة جديدة في حياتنا، كيف ممكن إنه ننتقل من حالة هذا الثبات لأحيانا لبعض المهارات الإدراكية الموجودة اللي ما استخدمناها بالطريقة المناسبة لمرحلة من النمو من جديد؟ لأنه من الواضح إنه هي اللي بتعطينا الأمل أحيانا، هي اللي بتعطينا التميز. طبعا. لأنه الإنسان هي مهاراته اللي عم بتخليه أحيانا متميز. 100%. حلو كتير الواحد ينتبه للشغلات الضعيفة عنده، هاي كبداية. حلو يعمل تقييم لمهاراته، يعرف بالضبط هو وين، يحط زي أساس لهاي المهارات، وين أنا، وين قوة كل مهارة من هاي المهارات بالنسبة لعمري، وبناء على هذا الحكي أنا ببلش أطور بهاي المهارات، بعرف وين الضعف وبعدين بتصرف. فعشان هيك إحنا منحب نبلش بتقييم شامل لهاي المهارات، كل مهارة تطلع عنا قوتها بالنسبة لعمره، وبعدين منخصص عدد ساعات معينة من التدريب عشان نطور المهارة الضعيفة. شو نوع التدريب اللي إحنا بحاجة له؟ التدريب هو عبارة عن تدريب غير أكاديمي، هي عبارة عن ألعاب، معظمها ألعاب وتحديات بتحدى فيها أنا عضلة الدماغ. الدماغ عبارة عن عضلة زي أي عضلة تانية بجسمنا، إذا بدنا نقويها وبدنا نشغلها مزبوط بدنا نتحداها. كيف أنا بروح على الجيم وبتحدى عضلات جسمي وبقويها بالنهاية، نفس الشيء عضلة الدماغ، عشان أقويها لازم أتحداها. فإحنا خلال التدريب بنتحدى هاي العضلة، بيكون عندنا تدريب مكثف ومتواصل ومنسميه لودينج، بنعطي أكثر من مهمة بنفس الوقت لهذا الدماغ عشان يعملها، وبنهاية التدريب بنرجع بنقيم هاي المهارات وبنشوف الفرق عليها. التدريب بيكون جزء منه مع مدرب، والجزء الثاني بيكون ديجيتال على الكمبيوتر. مين الشخص المعني أو المتخصص بهذا الموضوع؟ يعني الناس بشكل عام لمين بتلجأ لما بتحس بهذا النوع من المشاكل؟ للمراكز المهارات، مراكز التدريب تبعت المهارات الإدراكية. يمكن لأنه ثقافة هذا النوع من غير منتشرة بين مزبوط الناس بشكل مزبوط كبير. بس هلأ زي ما أنت حكيتي، لأنه مرقنا بفترة صعبة بلشت الناس تنتبه لهاي المهارات، وبلشت تنتبه إنه كيف ضعف صغير صار معاها أثر على كتير شغلات بحياتها. لأنه زي ما حكينا هاي المهارات داخلة في حياتنا اليومية بشكل كبير أكثر من ما إحنا بنتوقع. أكيد. لا، وهي يمكن المشكلة اللي إحنا مش عارفين نشخصها. مزبوط. لأنه عادة بيكون الإنسان حاسس أنه في مشكلة، حاسس بنفسية صعبة أحيانا. صح. حاسس أنه في توتر أحيانا حتى مع الناس بعلاقاتك مع الناس. 100%. تكتشفي أنه مثلا فلان زعل عشان ما أعطيتي الاهتمام الكافي أو التركيز الكافي. صح. أو الانتباه الكافي، فبالتالي تتراكم. 100%. المشاكل. 100%. طيب خلينا نرجع لفكرة التدريب، العمر المناسب أو خلينا نحكي هل كل الأعمار من الممكن أن تتجاوب مع هذا التدريب بنفس الطريقة؟ نعم، هلأ كل شخص فوق 6 سنين بيقدر ياخذ هذا التدريب، بس كل واحد طبعا على هوا تقييمه. احنا لما بنقيم المهارات الادراكيه بنشوف وين الضعف وبنركز عليه، وكل واحد نتعامل معه على هوا عمره. طلاب المدارس بتستفيد من التدريب، الطلاب اللي عندهم صعوبات تعلم، البالغين اللي بيشتغلوا اللي حابين يحافظوا على هاي المهارات، اللي حابين ينموا مهاراتهم، المسؤولين في مواقع المسؤوليه كمان
لأنه مسؤولياتهم بتزيد، لازم هاي المهارات تكون جدا عالية علشان يقدر يلحق على المسؤوليات كلها. وكمان الأم بدها تدريب من نوع خاص. طبعا طبعا في لأنه يعني مساحة للإدراك بتصير مفقودة بنفس الوقت في أوتو بايلت. مزبوط. قدي الأمهات بحاجة وشو نوع التدريب فعليا يعني جديا؟ سؤالي، لأنه من الواضح أنه في ضغط نفسي أحيانا بيكون لما تحس أنه في مشكلة. صح، كمرأة مزبوط. نوع التدريب هو واحد للكل، بيكون واحد، بس اللي بيختلف هو لما منقيمه شو المهارة الأضعف عنده. الأمهات بتخيل أكتر إشي بيحتاجوه هو بنسميها مهارة المنطق والتفكير، لأنه الواحد لما بيكون منطقه سوي بتكون مهارة حل المشكلات عنده قوية، وسعة صدره بتكون قوية، قدرته على التواصل مع الناس بتكون منيحة، بيقدر يقيم الأمور صح ومنطق الأمور صح، فبالتالي بتقدر تسيطر على البيت وعلى الأولاد. صحيح. فأكتر مهارة ممكن تحتاجها مع كل واحد أو علاقتها مع زوجها. 100%. بدي أحب يعني أحكي على فكرة إنه هذا التدريب دخوله بالمدارس بهاي المرحلة أو بعد هاي المرحلة، هل وصلنا لمرحلة من الثقافة ندرك أهمية إنه نشتغل على هذا النوع من المهارات الإدراكية؟ نعم، في كتير مدارس بحبوا يقيموا طلابهم لما بحسوا بضعف معين، بحبوا إنهم يبعثوا الطلاب ويقيموهم صح علشان يعرفوا كيف يتعاملوا معهم. زي ما حكيت لك إسراء، كل مهارة من هاي المهارات منبثق عنها مهارات كتيرة. عشان هيك يعني أنا مثلا عندي طالب عنده مشكلة بالرياضيات، ما باجي بحل مشكلة الرياضيات بهاي السنة مثلا، إنه ليش ما عم بفهم هلأ هذا الدرس. أنا بدور على السبب، ليش هو مش فاهم الرياضيات، ليش هو قاعد بنفس الصف مع نفس الطلاب ونفس الأستاذ غيره فاهم وهو لا، معناته المهارة المسؤولة عن فهم الرياضيات فيها ضعف. فأنا لما بقوي له هاي المهارة تلقائي أكاديميا هو رح يتحسن. طب شو علاقة المهارة بالذكاء؟ يعني خلينا نحكي هلا وانت عم تحكي، عم بفكر انه في مهارات احيانا مكتسبه، الواحد مع مرور الزمن تتطور بشكل معين. صح. وفي قدرات عند اشخاص معينين دماغيا موجوده او بتنخلق معهم، مش موجوده عند ناس اخرين. تقاطع هدول الدائرتين وين بتكون؟ هو عاده الذكاء كيف بنحسبه احنا، او الاي كيو خلينا نقول، هو مجموع قوه كل هاي المهارات مع بعض بالنسبه لعمره للشخص، هيك بنحدد الذكاء. بس كمان يعني مش دائما الذكاء، اذا في ضعف بوحده من المهارات مش شرط انه الذكاء يكون قليل. ف يعني الذكاء هو عباره عن مجموع قوه هاي المهارات مجتمعه مع بعض. يعني هاي كلها ادوات لابراز الذكاء او القدرات العقليه الموجوده، المهارات الادراكيه خلينا نقول الإدراكي. احسن لانه هي مسؤوله عن قيامنا باعمالنا، فهي مهارات ادراكيه. جميل جدا، وبنصح فعليا كل شخص انه يعمل هذا التقييم. أكيد. وما يتفاجأ بالنتيجه بعد هاي المراحل اللي مرينا فيها. شكرا لوجودك معنا ربا حداد زعموط الحاصله على اعتماد كمدربه للمهارات الادراكيه. صباح شكرا لك. صباح النور.